يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل متزوج ولا يريد أن يأتيه أولاد في هذا الوقت، فهل يجوز له أن يعزل عن أهله؟ إن كان يكره الأولاد فلا يجوز له هذا، أما إذا كان العزل له سبب وهو إن المرأة مريضة ولا تتحمل الحمل لمرضها فلا بأس أن يعزل. نعم، لسبب مباح. نعم، أما كراهية الأولاد لا يجوز.